السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جينا واحد الدرس كيفاش نديرو نخدمو مخده ديكور على هذا الشكل هذا، على شكل كوستيم ولا شكل بدله، يعني البسه اللي تتلبس. اختارينا دخلنا فيها هذه السفيفه هذه اللي هي وهنا وهنا، ودخلنا فيها صديفات هي ازرار اللي هما تكونوا من هنا. هي شكل ديكور كتجي في الصالون نتايا بشكل جميل، يمكن اكثريه كتخدم في الصالون رومي، يعني ماشي ما يكونش الصالون اللي فيه الكوردون، اغلبيه كتخدم في هذه الموديلات هذو. المهم الشكل هو هذا. الى عجبكم الدرس ما تدخلوش علينا بلايك، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الى كنتوا اول مره غتشاركوا في هذه القناه هذه. القطعه اللي غنشتغلوا عليها هي هذه القطعه ديال التوب. كما غنشتغلوا على هذه عندنا تقريبا ثلاثه الاطراف عندي بالنسبه للوجوه اللي غادي نخالف مع الوجه الثاني. اللي غنفصل في هذه غادي نفصل نفس الطريقه في الوجه الثاني اللي غادي نخالفه مع التوب هذا اللي غادي يكون متناسق معاه، اللي يكون مخيط معاه. هنا قطعت من هذا المكان لهذا المكان 42 سنتيم، يعني 42 سنتيم هي هذه. ومن هذا المكان لهذا المكان درنا 47 سنتيم اللي هي هذه كما كتشوفوا هنا. علاش درنا 47 سنتيم؟ لحقاش بلاصه الفصاله غتكون الخياطه اللي غنقبط انا هي اللي غادي نشد. غادي نشوف باش يجيني ما هابط هو هذا هنا لتحت. اذا من هنا لهنا غادي نديرو 14 سنتيم كما كتشوفوا هنا، ولا 13 نديرو 13 سنتيم. ومن هنا لهنا 13 سنتيم، يعني غتكون 13 سنتيم تقريبا هي هذه اللي صوبنا من هنا لهنا. وغادي نجيو ناخذ النصف ديال التحت. حنا غير تنهيئوا دابا الطرف اللي غنفصلوا عليه، وغادي نخرجوا من هذا النصف لهذا النصف 5 سنتيمترات، 5 سنتيمترات هانتوما كما كتشوفوا هنا. ونفس العملية حتى هنا 5 سنتيمترات، يعني تقريبا من هنا لهنا 10 سنتيم اللي كاينين 10 سنتيمترات. إذا هنا تنتراسيو تنديرو العلامة الرسم ديالنا اللي غنخدمو عليه بهاد الطريقة. نفس العملية حتى هنا اللي غادي نفصلو. نفس الطريقه كيما فصلنا هذا غادي نفصلو حتى الطرف اللي غادي يكون مخالف معاه، غادي يتناسق معاه، يعني هادو هما الجناب. وكنديرو اللون الاخر غادي يجي باس هنايا، نحيدو هاد الوسطاني وغنديرو هنا، ولا نديرو هاد اللون في اللون الاخر ونديرو هاد الوسطاني في هاد اللون هذا. المهم حنا ديك الساعه حرين نديرو اللي بغينا. غادي نجيو البابيو الفراشه. الفراشه هانتوما كيما كتشوفو قطعنا من هنا لهنا 19 سنتيم، والعرض ديالها 14 سنتيم كيما كتشوفو هنايا. هي اللي غتخيط هكا وغتجمع. بالنسبه للباندا اللي غادي تجمعها هنا درنا فيها 6 ديال السنتيم المسافه، هذا القياس هو اللي درناه هنايا من هذه المسافه من هنا لهنا. علاش درو الطول؟ بالنسبه للطول انت حر دير اللي بغيتي، لان غنحتاجو غير واحد القطعه صغيره هي اللي غنحتاجو، ومن بعد نقطعو المقص. انا كنهضر غير على العرض اللي غنحتاجو. بالنسبه لهذا الشيء شوف، بالرغم من انني وريتكم شحال درت في القياس، يبقى الحريه ديالكم نتوما ديروا العبار اللي بغيتو. انا المهم تنوريكم الطريقه اللي جات معايا، وانتوما ديروا القياس اللي بغيتو. بالنسبه للظهر اللي غادي يكون في الظهر المخده، راه حنا قطعناه 42 سنتيم على شكل مربع، يعني 42 هذا القياس كاين هنا في الطول وهذا القياس كاين هنا في العرض. علاش درنا 47 سنتيم؟ على حساب الخياطه اللي غنخيطو باش يلاه تعطينا 42 باش نجيو نخيطو المخده تجينا هي هذيك مقاده. ندوزو دابا للدرس الخياطه ونشوفو كيفاش غادي نديرو. بسم الله. هنا القطع اللي عندنا هي هذه اللي غادي نبداو نخدمو. بعدا غادي نلاقيو، يعني غادي نلاقيو الطرف الوسط اختارينا نديرو الزرق، وفي الجناب غادي نديرو هذا البيج اللي هو عندنا هنا على هاد الطريقة هادي. غادي نلاقيهم مع بعضياتهم على هاد الطريقة. كيما فصلنا الباج فصلنا حتى الزرق وفصلت حتى الأحمر اللي غتشوفو المخدة ديالو كيفاش كاينة معاه حتى هو. هنا تنلاقيو وتنحاول ناكل القياس اللي أنا خدمت عليه.
القطعه الاولى لقيناها كما كتشوفوا هنا، ان الطرف الثاني اللي هو غادي نلاقيوه حتى هو، بهذه الطريقه هذه هنا لقينا الطرف بجوج كما كتشوفوا عطاتنا هذا الشكل هذا. غادي نلقاو بعد ما لقينا غادي نلقاو القياس ديالنا 42 سنتيم ديالنا، هي اللي شفتوا هي اللي كاينه بعد ما حيدنا الخيطه، يعني ولات دابا 42 سنتيم على شكل مربع. دابا شنو غادي نجيو؟ غادي نجيو نديرو السيفه هنا. قبل فنجيو نركبو السيفه راه تنحلو هاد التوب هذا من هنا كما كتشوفوا هنا، تنحلو بيدي وتركب السيف باش نجيبها في الوسط. السيفه هي هادي السقلي اللي كدار القفاطن والتكاشط، تنحاول نمشي غير الحرف ديالها هنا. كنمشي غير الحرف ديال السيفه وفي نفس الوقت تنخدم وتنفرز هنايا. هانتوما الا شفتو هانتو شتي كيتفرزات، مشات مفرزة. نفس العملية حتى هنا غنديرها، حتى هي غنفرزها النيت. انا تنخدم انا تنفرز. هنا انتهيت، تغطينا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هنا السيفه هنا وهنا. تبقى لنا دابا الفراشه اللي غنديروا هنا البابيو توب، هو هذا اللي عندي هنا الطرف تنلقيوه بهذه الطريقه هذه، وتنخليه واحد الفم بحال المخده، يعني تنخيطو من هنا ومن هنا، تنخليه واحد الفم باش نقلبو. بهذه الطريقة هذه هنا تنجي وتناخذ الرشمة بالنصف النصف هنا، نفس الطريقة حتى هنا وهنا تنسد، ها هو باش نجيبها في الوسط باش هذا
نجيبو معاه هاد الرشمه هادي في الوسط، هانتوما غتفهموا الفكره. هنا تنقلبها، تنستعمل هنا السيلو باش نخرج الريوس ديالها بحال هذه الطريقه هذه كما كتشوفوا هنا. ها هي خرجات. تنجي وكنسد هذا الفم ولو يكون اللون ماشي لونو لان ما غاديش يبان. بهذه الطريقه هذه ما غاديش يبان هذا لان غيتجمع هنا وغيكون متخفي، يعني غادي يكون متخفي. نخلي هذا، غادي نجيو للطرف اللي فيه 6 سنتيم اللي هو درنا 6 سنتيم في العرض. وبالنسبه لي ما غناكلش هي كامله في خياطه، غادي ندير عيني ميزاني غنشوف شحال غادي يكفيني. بهذه الطريقه هذه نخيطو غير هكا عادي تماما تقريبا. هانتوما نوريكم كاع بالسنتيم، تقريبا مشيت 2 سنتيم بخياطه هي اللي درت. ونحاول نقطع نجيب هاد الحرف ما باينش، باش قلت لكم انه اول مره ما الطول ما يهمنيش الطول، انا اللي يهمني غير داك العرض. راني دابا غادي نستعمل اكثر. هنا غادي نفرزو باش نجيب هاد الخياطه هادي في الوسط هكا تغطى بحال هذا الشكل هذا. وهنا غنستعملها البابيو هنا وغادي نحاول نزيرها بهذه الطريقه هادي بهكا، ونحاول نزيرها بالماكينه باش نخيطها. وانا نحاول ما نخيطش نقيس الثوب ديال البابيو، غادي نسد غير الثوب اللي انا عندي به الغرض بهذه الطريقه ونقطع صافي. هنا يمكن لي نشكل البابيو ديالي القياس اللي انا باغي كما هكا كما كتشوفوا. على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هنا، هذا سالينا. غادي نجيو للطرف اللي انا خدمت فين حطيته، غادي نجيو للطرف انا اللي خدمت هو هذا، والطرف هو هذا اللي غنخدم عليه. غنهبط من هنا هذا المكان هذا 11 سنتيم 11 سنتيم، يعني هذا هادي الا كان تيبان لكم ها هو من هنا لهنا هبط 11 سنتيم 11 سنتيم. غادي نهبط من هنا لهنا 11 سنتيم هي هادي، وغادي نعلم على النص ديالها. النص ديالها 15 غتجيني 7.5، ها هي النصف هو هذا. اذا هنا غتجي البابيو، غادي نستعمل خيط وابره بامكاني ندوزهم بالماكينه، ولكن الماكينه هذا راه كاين الغلط هنا، كاين الغلط بزاف ما نغامرش باش ما نهرسش نقيس نهرس الكروشي ولا شي حاجه. غادي نستعمل خيط وابره نخيط باليدي. نحاول نستعمل لون يكون بحال هذا اللون هذا، نحاول نصبخوه. هنا وغادي نحاول نجيب هذه حتى نقادها، يعني حتى نحطها تجيني مقاده عاد نصاوب الخياطه ديالي هكا. وغادي نخيط وغنركز على هذه البانده، هذه السنتة هذه اللي دايزه هنا هي اللي غنرتق، وغنعاود نفس التعليمات هنا نفس القضيه هنا، يعني نفس الخدمه اللي خدمت، يعني تنقبط بيدي راني مثبتها. هنا
تنولي الرجاء. هنا الطرف التالي هو هذا، نولي نتأكد واش مقادة، يعني واش مقادة هي. اذا هنا راه مقادة باش ما تجينيش عوجة. ونركز ونبقى ملصق نثبت يدي باش ما تهربش واحد الجنب. هنا تقريبا راه شرفت على الانتهاء ديالها. ونعتذروا على هذا الازعاج، راه حدانا واحد العرس، الناس راهم ناشطين مع راسهم، الله يعاونهم الله يكمل لهم بالخير. هنا سالينا، تنجي هنا ونسد الخياطه ديالي، تنعاود صافي ساليت. هي هذه على هذا الشكل هذا، هانتوما كي تتبان هنا. دابا غادي نجيو للصداف، هما الزراير اللي غنستعملو. بالنسبه لهذا الباج انا ما لقيتش هذا اللون، درت تقريبا بحال الصفر. المهم غادي يجيو مبينين حتى هما مزيانين، هما هادو. غادي نهبط من النصف من هذا المكان، هذا النصف هذا اللي كتشوفوا هنا، هانتوما هذا النصف 8 سنتيمات 8 سنتيمترات تقريبا هكا، فيها تركب اول صدفة هنا. ومن بعد غندير الفرق بيناتهم، غتكون 4 سنتيمترات، يعني 4 من هذه المسافه لهذه المسافه غتكون 4 سنتيم من هنا لهنا، ومن هنا لهذا المكان غادي يكون 8 سنتيمترات هي اللي غتكون. نفس العمليه نيت، غنولي نتاكد نشوف النصف 12 غتجي هنا 6، هنا غادي الرشمه الاولى هكا، هنا نفس 11 5 ونص تقريبا هنا. وغادي نزيد نطراسي الثالثة اللي هي 4، اش راهي هادي النصف. ونبدا نركب الصدف ديالي اللي هي على هاد الطريقة هادي. كل صدفة كيفاش، ماشي بالضبط دير بحالي، دير نفس الصدفة اللي انا تندير. المهم تشوف انت الزرار اللي غادي يخدم لك مزيان. انا بالنسبه لي غادي نستعمل هذا، وانتم عاوتاني استعملوا اللي غادي يجيكم مزيان. غادي نرتقوا بهذه الطريقه هذه، بهذه الطريقه هذه هنا، العدد المرات صافي، على ما نشوف بان الصدفه جدات راسها. هنا بانت لي راس الصدفة راه شادة راسها، غنستحمل الحزمة ديالي. الصدفة غتجي بحال هكا كما كتشوفوا هنا، نفس العملية. المهم ما نطولش عليكم على ما نركب الصدافي اللي بقاو، الزراير اللي بقاو نركبهم، ونوريكم ديك الساعة نشوفوا نخيطوها نجمعوها. هنا من بعد ما ركبنا الزراير هانتوما كيفاش جات على هذا الشكل هذا. دابا غادي نجمعوا المخدة ديالنا،
الماء يكون لتحت بهذه الطريقه هذه، نديرو بلاصه الفم فين يكون السنسله ونخدمو خدمتنا عادي. ندور على المخدة خدمة عادية، غتسد المخدة كما كسدينا الديكورات قبل. دابا غنجبدو السنسله، درنا الفم ديال السنسله فين تركب السنسله، دابا نجبدو السنسله اللي غادي نركبو. الشكل النهائي هو هذا كما كتشوفوا هنا، عطانا هذا الشكل هذا اللي هما خدمنا جوج ديكورات، يعني يمكنك تخالفهم. حبينا حنا نديرو هذا اللون هذا، هذا الباج هذا دخلنا مع الكلونه. بالنسبه للشكل هو هذا، جا البابيو هي هذه، جات الفراشه على هذا الشكل هذا، زدنا هذه الازرار هما اللي عطاو الشكل والزينه مع السيفه ديالو. في الحطه كيجي في الحطه الصالون رائعه، كتحط وكتعطي حتى هي النظره ديالها وكتعطي الحلاوه ديالها. الى استفدتم من الدرس وعجبكم ما تبخلوش علينا بلايك، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك اذا كنت اول مره غتشاهدوا القناه هذه، وما تنساوش تبارطاجيو مع الناس باش الدروس توصل للناس ويستافدوا منها اكثر عدد. السلام عليكم.